جدع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. غارة جديدة تستهدف كييف وخيرسون، أول مدينة أوكرانية كبيرة بيد الروس. تصويت تاريخي، موقف الدول العربية من القرار الأممي لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو متعاطف مع أوكرانيا ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أوكرانيا. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. غارة جديدة تستهدف كييف وخيرسون، أول مدينة أوكرانية كبيرة بيد الروس. تتواصل الغارات الجوية الروسية الأعنف منذ بدء العملية العسكرية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى على غرار ليفيف وأوديسا صباح اليوم الخميس، وذلك وسط مناشدات من السلطات لسكان العاصمة تحديداً بالتوجه إلى الملاجئ. ونفى مصدر روسي في وقت سابق اليوم صحة أنباء حول إلغاء المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكداً أن موعد الجولة الثانية للمفاوضات لم يحدد بعد، نقلاً عن وكالة تاس. وسمع دوي 4 انفجارات قرب إحدى محطات المترو في كييف فجر اليوم حسب ما أوردته وسائل أعلام أوكرانية. كانت الحكومة الأوكرانية قد هونت في وقت سابق من شأن تقارير عن سقوط خيرسون في أيدي الروس، فيما سيجعلها أول مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الأسبوع الماضي. تصويت تاريخي، موقف الدول العربية من القرار الأممي لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يستنكر الهجوم الروسي لأوكرانيا ويدعو روسيا إلى سحب جميع قواتها على الفور، وصوتت غالبية الدول العربية مع القرار، بينما عارضته دولة عربية واحدة وامتنعت 3 دول، وغابت دولتان عربيتان عن التصويت، بينما امتنعت كل من الجزائر والسودان والعراق عن التصويت على القرار، فيما صوتت سوريا التي أعلنت سابقاً تأييدها لغزو أوكرانيا ضد القرار. وتبنت الجمعية العامة القرار ب 141 دولة حول العالم من أصل 193 دولة عضو. فيما عارضته 5 دول هي روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وإرتيريا وسوريا، وهي الدولة العربية الوحيدة المعارضة للقرار. ونشرت الخارجية الأمريكية نتائج تصويت جميع دول العالم على القرار مع تعليقها عليه: فخورون بمشاهدة التصويت التاريخي الساحق اليوم دفاعاً عن أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة. صوتت 141 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح أوكرانيا ومحاسبة روسيا. بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. بدأت محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا الاثنين بهدف وقف الحرب بين الطرفين حسب ما أظهرت صور نشرتها وكالة أنباء رويترز. وأعلن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو لرويترز في رسالة نصية الاثنين إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت بالفعل في موقع على الحدود مع بيلاروسيا. وكانت أوكرانيا قالت في وقت سابق إن وفداً تابعاً لها وصل إلى الحدود البيلاروسية بهدف إجراء محادثات مع الجانب الروسي لإنهاء الغزو الذي بدأ الخميس. وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية، ويضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ومستشار مكتب الرئيس ميخائيل وفقاً لوكالة أنباء تاس الروسية. وقبيل ذلك أكدت بيلاروسيا أنها جاهزة لاستضافة المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا في اليوم الخامس من الهجوم الذي شنته موسكو.
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية على فيسبوك: مكان المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس جاهز، وننتظر وفدي البلدين. وأرفقت الوزارة المنشور بصورة لقاعة المفاوضات تظهر طاولة طويلة وأعلام الدول الثلاث في الخلفية. وتأتي تلك التطورات بعدما قال المفاوض الروسي مستشار الكرملين فلاديمير إن موسكو تريد التوصل إلى اتفاق مع كييف. وأوضح ميدينسكي للتلفزيون الروسي: كلما طال النزاع لساعة إضافية، كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيين. اتفقنا على التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين. فيديو لضربة جوية أوكرانية ساحقة على قافلة عسكرية روسية. نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو لضربة جوية قالت إنها استهدفت قافلة عسكرية روسية وحققت بها إصابة مباشرة. وأرفقت وزارة الدفاع الأوكرانية الفيديو بتعليق جاء فيه: ضربة قوية لآليات روسية في منطقة زهيتومير. وأضاف المنشور في صفحة وزارة الدفاع على تويتر: لن تحظوا بالسلام على أرضنا. والأحد قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن نحو 4300 جندي روسي قتلوا وأصيبوا في الغزو الذي بدأته موسكو الخميس، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني أسقط ودمر عشرات الطائرات والمركبات الروسية. وناشد الرئيس الأوكراني فلوديمير الجنود الروس في تسجيل مصور قائلاً: أنقذوا أرواحكم وارحلوا، حسب ما نقلت رويترز. روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن الساعات 24 القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لبلاده. الغزو الروسي لأوكرانيا يدخل يومه الرابع، والمعركة من أجل السيطرة على العاصمة كييف تتواصل. صفارات الإنذار من الغارات الجوية تنطلق في كييف قبل منتصف الليل بقليل للتحذير من هجمات بالصواريخ متوقعة في غضون دقائق. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهاتف الرئيس الأوكراني فلوديمير ويؤكد له أن أنقرة تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار. كييف تفرض حظر تجول من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا من مساء السبت حتى صباح الاثنين. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل سيتم إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.